اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال كابتن فتحي قبل الفاصل عن البطوله الغاليه الكبيره في الكره المصريه، بطوله كاس امم 98 بوركينا فاسو، وليها كواليس كبيره. كمان الكابتن جوهري كمان يعني حكاياته قبل البطوله واللي وصله للجماهير المصريه قبلها. كواليس يا كابتن فتحي. لا هي الكواليس، اولا احنا كنا في المعسكر زي ما قلت لك في دار الدفاع الجوي ده، وفجاه كده كان في مؤتمر. مؤتمر يعني مؤتمر الكابتن جوري عمله برضه للصحافه والاعلام عشان يعرفوا ايه ظروف المنتخب وهنشتغل ازاي والمرحله اللي جايه. فطبعا ما كانش الكابتن جوري الله يرحمه عنده امل ان منتخب مصر يتخطى الادوار الاولانيه. كان ترتيب مثلا يقول لك ده انا هطلع سابع ثامن عاشر كلام من. فكل الناس الراي العام هي فعلا ان منتخب مصر ده رايح كده مجرد هيرجع فورا. المشرف ويرجع. هيرجع فورا. بس ما كناش لاقيين حجز طيران. بس فشوف والله يا كابتن اسامه ما خدينا الدوافع الا ظروف المعيشه هناك. ظروف المعيشه نزلنا اولا مطار بوركينا فاسو، مع احترامي طبعا لدوله شقيقه ودوله جميله. الامكانيات اول ما نزلت المطار انا نفسي اتخضيت. يعني ابص كده فين ايه، ما فيش ولا في، لا لقيت برضو كشك والاجراءات والوصول وكلام من ده. خلاص ركبنا الاتوبيس ورحنا على المعسكر. المعسكر بقى معسكر وكيل بقى وحاجه. قاعدين في الشاليهات. ببص لقيت باب حديد مفتوح وشاليهات والدنيا كحل. اللعيبه نفسها اول وهله والله يا كابتن، اول ما نزلت عملت ايه؟ يعني اللعيبه اول ما نزلت المعسكر ده عملت ايه؟ جريت على الشنط اللي احنا واخدينها بتاع الاكل. ايوه بتاع الاكل. كابتن جوهري كلك في المحاضره، كابتن فتحي مبروك، كابتن علاء نبيل قال لكم عايزكم تلفوا على اوض اللعيبه. ده ما بقول لك جبنا كل حاجه طلعوا الاكل. ده بقول لك اللعيبه الاول وهله لما شافت الموقف كده جريت على الشنط، خدت كل واحد خد وحطه في شنطه. طبعا احنا كابتن جر عامل اجتماع. ايه الاخبار؟ قلت له بص يا كابتن، احنا جينا ولازم نتعامل مع الموقف، لان سالنا في اوتيلات، مفيش حاجات اسمها اوتيلات هنا. هو ده المعسكر اللي هنقعد فيه، فلازم نعيش اللعيبه على هذا الكلام. فعملنا اجتماع مع اللعيبه، وقعد بقى مع اللعيبه قال لهم بصوا كل واحد من حضراتكم الشاليه ده يعتبره بيته، عايز بقى تحط سرير هنا سرير هنا، تعمل اللي انت عايزه. لازم نتعايش. وفعلا الظروف اللي احنا عشنا فيها هناك هي ظروف كانت مناسبه جدا ان مصر تحوز على هذه البطوله. اللعيبه عايشه حياه كره القدم، اللعيبه ما فيش حاجه لكشري بقى، ما فيش اوتيلات، ما فيش خروج. اخرج البيبان، ما فيش، اخرج زي ما انت عايز. الجدع في الغابه، الجدع يخرج. والله الجدع يخرج. بس اللعيبه اتعايشت، واللعيبه كانت بتتحمل مسؤوليه كبيره جدا في هذا التوقيت. واللعيبه يمكن زي ما قلت لك ان كانوا فعلا متفرغين لكره القدم، متفرغين لهذه البطوله. كانت اصعب في البطوله دي كانت ايه؟ لعبتوا ساحل العاج وقتها، لعبنا ساحل العاج ولعبنا بوركينا فاسو ولعبنا موزمبيق ولعبنا جنوب افريقيا. لعبنا جنوب افريقيا. شوف انا يمكن من اصعب المواقف او من اصعب المرات ماتش بوركينا فاسو وماتش جنوب افريقيا النهائي. طبعا. يعني دول الماتشين اللي كانوا صعب، لان بوركينا فاسو بلدهم وجماهيرهم وكل هذه الامور، وكان عندهم مش عايز اقول لك خط فراوده سرعة جدا. طبعا سرعة جدا. يعني احنا حتى فكرنا في الجانب الايسر ده، فكرنا تفكير مش عايز اقول لك مين لعب ظهير ايسر ساعتها. مين كان؟ كابتن محمد عمار، هاني رمزي. هاني رمزي كان في نص الملعب. هاني رمزي حطيناه يقفل مع محمد عمار في الجنب ده طبعا عشان سرعه الراجل اللي كان بيلعب في الجنب اليمين. كان عندهم صواريخ قدام. الحمد لله كسبناهم 2-0، وصلنا طبعا النهائي مع جنوب افريقيا. وجنوب افريقيا يمكن برضو يمكن من الفرق اللي كانت كويسه جدا، من الفرق برضو اللي على الساحه الافريقيه، فرقه كنا قلقين جدا برضو من الفاينل معاه. دي انتهت بركلات الجزاء. ده ساحل العاج اللي انتهت بركلات الجزاء. احنا كسبنا 2-0 هذه المباراه. جنوب افريقيا. جاب احمد حسن وطارق مصطفى. طارق مصطفى فاول تكتيكي اتعمل حلو قوي، يعني سجلنا.